هوية بريس نحو إعلام هادف. وصحبه استاذ الأخوات مدى سعادتي أن أحضر بدعوة كريمة من فرع حركة التوحيد والإصلاح بمدينة برا الرباط لأشارككم الاحتفال بذكرى من أعز الذكريات وأقدس الذكريات في تاريخ المغرب بالعيد الوطني، عيد الوطنية المغربية الذي رسم منذ حوالي عقدين في وطننا. سعادتي كذلك لا توصف أن يكون المتحدثون معي الأخوان الأستاذ المفكر المغربي سيدي أبو زيد، اسمحوا لي لأنني عيان شوية، الله يعافيك سيدي المقرئ أبو زيد الذي لا أصفه شخصيا، أقول لإخوانه في غيبته إنه المفكر الشجاع، وفي نظري إذا اجتمع الفكر مع الشجاعة والجهر بالرأي نكون إداك في قمة الإحسان، ليس للنفس ولكن للمجتمعات. فأرجو الله تبارك وتعالى له مديد العمر ومديد العطاء في سبيل ما وما يدافع. وكذلك أكون سعيدا أن أكون أخي ووطني غيور، الوطن يعبر بأن فكره وطنياته انضباطه داخل الحركة الوطنية الإسلامية، وكذلك دفاعه عن حقوق الإنسان بأن كل ما قام به ويقوم به هو يثبت أنه سيكون هو المستقبل في هذا الوطن، لأجل أن يبقى وطننا وطنا دائما بارا بكل أبنائه ولكل أبنائه. سعيد أن أكون إلى جانب الأخ حامد الدين سيدي عبد الله الذي تعرفونه جميعا. ذكرى 1900 الذي نحكي بها في هذا اليوم هي في الحقيقة من أغلى ذكريات وأعز ذكريات، لكن أن يختار لها شعار أن نتحدث عنها اليوم أنه الحركة الوطنية وقضايا الأمة، هذا شيء يرتقي بالفكرة، فكرة التكرة وفكرة الاحتفال إلى المستوى الذي ستبقى به حية في وجدان وفي مستقبل البلاد. إذا أرناه عن الحركة الوطنية وقضايا الأمة قد لا ينتهي في، يعني لازم ندوى على الأقل مدة، لأن قضايا الأمة كما تعرفون أصبحت أعقد من ذنب الضب في هذا الكون، وأصبحت تطرح المشاكل والمشاكل فقط على حاضرنا وعلى مستقبل هذه الأمة. وبطبع الحال فإن الحديث عن قضايا الأمة هي شيء ارتبط تاريخيا ب 11 يناير 44، لان 11 يناير 44 هي يمكن ان يقول ذلك اليوم الذي لخص نضال الشعب منذ 1930 او قبل ذلك، يعني الثوره الجهاديه وثوره السلاح، او نقول بانه منذ كانت في سنة 1912 والمغرب
الذي عاش حرا طليقا بتاريخه وعاش دائما يمثل ليس دولة، حين كان أمبراطورية ممتدة عبر الشرق وعبر الشمال في أوروبا، المغرب الذي سقط بكل أساس سقطته المريعة في 30 مارس في فلهذا الخطابي رحمه الله وكل أبطال الريف الذين كانوا معه. وبعد ذلك لا بد أن نذكر ليس جبال الريف وحدها، ولكن جبل الأطلس الصغير. وما أدرك ما جبل الأطلس الصغير في نضاله بقيادة القائد عسوب السلام رحمة الله عليه، الذي جمع الجماهير الشعبية من حوله وقاتل حتى استطاع أن يقضي على فيلق من الفرنسيين وفي مقدمتهم بورنازيل الذي لا يزال بكل أسف المغرب يحتفظ بحي كبير في مدينة الدربيات يطلق على هذا الاسم، الذي مات في جهاد المغاربة من أجل أن يستأصلهم، ولكن كان قوة الشعب في الأطلس المتوسط وإرادته هي التي انتصرت في النهاية. المرحوم محمد الزياني التي كانت معارك ضارية، محمد الزياني لم يقتصر فقط على منطقة الهري أو منطقة الخليفرة، في التاريخ نجد بأن هذا الرجل وصل إلى أنه ناضل إلى في منطقة زمور بجانب الجديدة في المعارك التي كان يأخذها الشعب هناك مع الفرنسيين. إذن هكذا لم يتوقف المغرب، لأنه المغرب لا يرضى أن لا يكون حرا. وأعطي الأمثال بما وقع في الجبال المغرب، ولكن عندما انتصرت إرادة الاستعمار سواء في الشمال أو في الجنوب، وعندما توقف السلاح كان سلاح الفكر وسلاح السياسة وسلاح العلماء وسلاح المناضلين في المغرب، وبدأت الشرارة. بدأت الشرارة عندما اعتقد الاستعمار الفرنسي أنه يمكن له أن يقسم المغاربة تقسيما بين البربر والعرب أو بين الأمازيغ والعرب. فكان الظاهر البربري سنة 1930، وهذا من الظهائر التي يجب أن تدرس دائما لتبقى شاخصة في أذهان المغاربة ماذا كان يراد بهم. إن الكثيرين اليوم يرددون أنه لماذا تسمون هذا بالظهير البربري، لأنه في الأصل هكذا اسمه، وثانيا لأنه جاء بأنه من أجل إخراج المسلمين الأمازيغ الأحرار في المغرب عن ديانتهم وعن عقائدهم والاحتكام إلى أعرافهم. فكانت أول طورة للحركة الوطنية في صيغتها الجديدة بعد أن توقفت قعقعة السلاح، وجاء الفكر بالفكر والرأي بالرأي والاستعداد للمعارك التي ستؤدي إلى التحرير. وبطبيعة الحال تذكرون ما وقع في بنفس المناسبة في منطقة إفران، في منطقة بوفكران، عندما فكر الاستعمار الفرنسي أن يحول كل مياه هذه الوادي إلى الأراضي التي كان قد اقتطعها للمعمرين الفرنسيين وحرمان المغاربة منها. هذه هي الإرهاصات الفكرية للثورة. وتذكرون بأنه في الصيغة الأولى كان كل المغاربة
تكتل في كتلة العمل الوطني، وقدمت مطالب من أجل بعض الإصلاحات ولكنها لم تجد أذن سامعة، وبالتالي انتهت إلى فشل. ثم وقع ما وقع بعد أن ظهرت بوادر الطير الذي يجب أن يكون، ووقع اختلاف في الرأي أدى إلى إعادة التنظيم من أجل أن يتأسس الحزب الوطني، ولكن تعلمون بأنه وقع ما وقع، وبأنه إدك بقي الحزب الذي نسميه الحزب الوطني. ثم بعد ذلك خلقت الحركة القومية، وهذا تاريخ لا بد أن نعلمه للأجيال ليعرفوا بأن ما نعيشه اليوم هو وليد معارك الأمس. فالاستعمار مثله مثل كل جرثومة خبيثة، قد ينتهي ولكنها تبقى تفعل في ذلك الجسم ما لم تفعله تلك الجرثومة عندما كانت في بدايتها الأولى وعندما كانت قوية. لا بد هذا التاريخ أن يكرر ويكرر مرات عديدة. وتعلمون أنه قامت الحركة الوطنية سواء في شكلها القومي أو في شكلها الحزب الوطني من أجل تقديم مطالب جديدة، وقدم بطبيعة الحال حزب الاستقلال المطالب الشعب المغربي، وهذه المطالب الشعب المغربي في نسختها الأولى لعلنا إذا أعدنا كيف وصلت إلى الطبع ووصلت إلى يد المقيم العام ليرفعها إلى فرنسا، سنستغرب كيف كانت هذه الأمة العربية يأخذ بعضها بيد الآخر من أجل الحرية. فلقد طبع ذلك الكتاب اليوم مطالب الشعب المغربي، طبع في القاهرة بطبيعة الحال، وقدم النسخة الأصلية إلى من أجل الإصلاحات فقط ولا شيء آخر، فقط الإصلاحات. فهذه مطالب الشعب المغربي يعني كانت تتحدث عن شيء لحرية الصحافة، تعليم المغاربة، ضبط الشأن الاجتماعي، يعني مطالب المغاربة يتمكنون من إصدار بعض الجرائد، مطالب هكذا. بطبيعة الحال أنا ألخص سنوات الاستعمار الفرنسي امتدت يده إلى الزعيم علال الفاسي الذي رمي به في مجاهل إفريقيا كما تعلمون لمدة 8 سنوات. بقي الحزب الوطني إلى سنة 44. سنة 44 11 يناير 44 هو ينبئ بأنه الشرعية والمؤتمن على الشرعية اللي هو المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه، الذي كانت مجسمة فيه السيادة المغربية تجسيما مطلقا، ليس فقط بحكم العرف والتقاليد والتاريخ والبيعة، ولكن حتى الذين حرروا وثيقة الحماية لم ينتبهوا إلى أنه محمد الخامس هو الذي يمثل السيادة المغربية. وهذا سيكون له أثر كبير عندما فتحت المذاكرات غير الرسمية بين إدغار فور والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستا وإدكا قبل الاستقلال من أجل محاولة إرجاع محمد الخامس وفتح المفاوضات. هذه السيادة في 11 يناير 44 ظهر بأنه الحزب الوطني الذي كان يسمى الحزب الوطني لم يعد وحده، الحزب الوطني أصبح ممثل السيادة المغربية، محمد الخامس أصبح جزءا من هذه الحركة. هذا بالضبط هو ما تعنيه حركة 11 يناير 44، لأنه كتبت بين الحركة الوطنية وبين محمد الخامس جملة جملة وحرفا حرفا وفقرة فقرة، لأنه أصبح محمد الخامس الذي كان يعتبر الفرنسيون أن بيعتهم لأصغر واحد ستمكنهم من الاستمرار بالمغرب. استطاعت الحركة الوطنية بفهمها الدقيق أنها إذا أردت أن تنجح
فإن ملك البلاد يكون معها، وكان معها، كان ذلك واضحا إلا لمن يريد أن لا يعرف هذا، بأن 11 يناير 44 كانت توافقا بين إرادة ملك وإرادة حركة وطنية تريد أن تسترجع الاستقلال ديال المغرب. هذا هو الذي أدى بالحركة الوطنية أن تعلن يوم 11 يناير ليس فقط الحزب الوطني، وإنما يوم 11 يناير 1944 نجد في الوثيقة إن حزب الاستقلال، هذه أول مرة ينطق بهذا الاسم في هذا التاريخ في هذا اليوم، إن حزب الاستقلال الذي يضم الحزب الوطني وشخصيات أخرى، بمعنى أن حزب الاستقلال وباتفاق مع محمد الخامس لم يكن يريدون فقط أن تتقدم الوثيقة باسم الحزب فقط، كانوا يريدون لها الإجماع. فبطبيعة الحال اللي كما نقول النوارات اللي كانوا موجودين في المغرب كلهم خطبوا من أجل التوقيع على الوثيقة، ولكنه كان تاريخا مضبوطا يجب أن لا يتعدى زمنه، وبالتالي أصبحت الوثيقة إن حزب استقلال وشخصيات حرة كذا كذا إلى آخره، حتى كتوصل المطالب بناء على حيتيات كأنها حيتيات إحدى المحاكم، وبالتالي تكون المطالب. هذه الوثيقة اللي كما تفضل الأخ قدمت للقوات التي كانت بعدك خارجة من الحرب منتصرة، وبطبيعة الحال في مقدمتها لفرنسا، وهي وثيقة لحزب الاستقلال فقط. بعد ذلك يعني كانت محاولات من أجل أن تؤيد، الشعب المغربي أيدها كله، الشعب المغربي ولو أن الموقعين هما 66 لأسباب ما يعلمها الله، ولو أنها فقط 66 الناس، إنما الوثائق اللي هي موقعة من المغاربة تعد بعشرات الآلاف، في مغرب لم يكن يتعدى سكانه 6 ملايين، عشرات الآلاف رفعوا الوثائق إلى القصر الملكي يطلبون يؤيدون هذه الوثيقة. وأقول لكم في مدينة مراكش أنه مشات الوثيقة الأولى، التأييد ديال الوثيقة الأولى إلى صاحب الجلالة محمد الخامس رحمه الله، وبعشرات التوقيعات ممورة، بنقولوا بآلاف ديال التوقيعات، وكان جابها واحد الشاب من قادة الحزب اللي بعد ذلك أسست له مسؤوليات كبيرة، وهو السي بن عبد الرزيق. والوثيقة أو الوثائق أو التوقيعات الثانية من مدينة مراكش كان يحملها وفد يترأسه المرحوم الأستاذ البشير بن العباس التعرجي، الذي كان أحد القياديين في حزب الاستقلال ومن الشخصيات البارزة إداك، ولكنه نظر لكل استعمار كان يعرفه، لأنه كان ابن لقاضي كبير جدا في مدينة مراكش، فتبعوا خطواته، وكل التوقيعات الثانية التي كانت ستذهب إلى القصر الملكي كلها حجزت في قطار ذاهب إلى الرباط من مدينة مراكش، حتى نعرف بأنه المغاربة كلهم، كل من فيه روح وطنية استطاع أن يوقع وأن يعلن موقفه من هذه الوثيقة. إذن عمليا هذه الوثيقة أعلنت في تاريخ المغرب شيئين، أولا وقبل كل شيء أنه لا يمكن أبدا أن يبقى شيء اسمه الاستعمار في المملكة المغربية. ثانيا المغاربة ملكا وشعبا في خندق واحد حتى التحرير. وبين 11 يناير 44 و 11 يناير 55 يعني 11 سنة، هي في عمر الدول زمنا يسيرا، ولكن تضحيات الملك وتضحيات الشعب والنضالات المتوالية منذ ذلك التاريخ، حتى وصل الأمر إلى أن الاستعمار
الفرنسي في سنة 51 يطلب من المغفور له محمد الخامس أن يتبرأ من حزب الاستقلال، لأنه حزب كما يقولون اليوم بلغة اليوم أنه حزب متطرف وحزب إرهابي. ومحمد الخامس نظرا لوطنيته الصوفية استطاع أن يدبر الأمر، لأنه إما أنه محمد الخامس يعني يتبرع من هذا الحزب، وإما الملك دياله غيمشي. وبطبيعة الحال الفرنسيين كانوا يستهدفون شيئين، يستهدفون معرفة ما وقع في سنة 47 أي بعد تقديم وثيقة الاستقلال بثلاث سنوات خطاب طنجة، يريدون أن يعرفوا هل ملك المغرب وحده أو ملك المغرب هو مع الحركة الوطنية وهو من وراء هذا وفي مقدمته، ولكنه يشتغل من خلف الخطوط الأمامية. كان قرارهم أنه يجب أن يتبرأ من حزب الاستقلال. بطبيعة الحال باتفاق مع الحركة الوطنية محمد الخامس أجاب الفرنسيين: هذا ليس شأني، هذا شأن العلماء، أنا ملك ببيعة للعلماء، هل يمكن لملك أن يتبرأ من جزء من شعبه؟ وبطبيعة الحال اجتمع العلماء في القصر الملكي وألقي عليهم السؤال، وبطبيعة الحال لا تخلو بلادنا دائما من علماء أجلاء شجعان الذين يعني بعضهم استنكر حتى وضع السؤال. لا يمكن أبدا لملك الأمة أن يتبرأ من أبناء الأمة وهم مسلمون. فكان هذا هو رد محمد الخامس، فلهذا لم يغفر له الاستعمار الفرنسي هذا الموقف، الذي لو فرنسا عرفت أنها يمكن أن تتقدم في خطواتها إلى الأمام بمناسبة هذا الحدث لتقدمت، ولكن في الأمر كان العلماء، وبطبيعة الحال العلماء كان لهم دور كبير في الحركة الوطنية جلهم، وكذلك لهم يعني الثقل الشعبي على الأحداث في المغرب. فبطبيعة الحال لم تستطع فرنسا تعمل شيئا. وكان الحدث الآخر هو 52 اللي هو ما يسمى ب يعني بمناسبة موت أو اغتيال الشهيد التونسي النقابي فرحه حشاد رحمه الله. وفبالتالي كانت حوادث الدار البيضاء حوادث نضالية منظمة قوية جدا، عجز الاستعمار أبدا أن يفهم كيف أنه يموت واحد في تونس وهي مستعمرة فرنسية، لا نتكلم عن الاستعمار الخالد في الجزائر ومستعمرة أخرى في المغرب، كيف يمكن لحدث اغتيال أن 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 يبرز هذا التضامن الخفي وهذه القوة الجبارة وسط هذا الشعب هذا. فبطبيعة الحال أدينا الثمن غالي، ومن هناك ما عجز عنه الاستعمار قبل سنة استطاع أن يقوم به، وهو أنه أوقف جرائد الحزب إدكا العالم والاستقلال، واعتقل كل القادة ديال الحزب الذين نقل جلهم، شيء البعض بقي في السجون، ولكن القيادات كلها نقلت إلى غبال الكردوس الذي إذا زرتم هذه المنطقة هذه ستجدون هناك يافطة موجود فيها أسماء كل الأبطال الذين اعتقلوا في 1952 وبقوا هناك في السجن. والإخوان الذين يهتمون بالتاريخ يمكن لهم أن يرجعوا إلى كتاب العلامة الجليل العالم المتبتل المرحوم سيدي محمد والمختار سوسي
فإنه كان من بين القادة المعتقلين في هذا المنفى معلوم، وكتب كتابا من أجمل ما يمكن أن يقرأ، هو مذكرته في أغبال الكردوس. وحقيقة الأوصاف بلغة سيد محمد المختار وكذا، يعني الإنسان يكون رغم ضخامة الجزء الأول من الكتاب، لأنه هو فقط حرر أو حقق الجزء الأول، يعني الإنسان كأنه أمام روايات متعددة لشخوص، فإنه هذا بيت محمد الفاسي، وهذا مملكة العالم الفلاني، وهذا كذا، وهذه جمهورية المهدي، وهذا كتاب من أجمل ما يكون. هو يخلد هذه المعركة هذه. أنا سأقف هنا في سنة 1952، لأن ما بعده محمد الخامس دخل في اللامحدود وأصبح المقاوم الأول، لأنه الحزب الذي كان يتعامل معه كله في المنافي وفي السجون وفي المنافي الاختيارية وفي المنافي من أجل الدفاع عن وحدة التراب، فلهذا كان سهلا أنه في 20 غشت 1953 تمتد الأيادي الأتمة لنفيه، فكان الإذن بانطلاق الجهاد السلاح من جديد، لأنه يوم 20 غشت الحداث الذي الفرنسيون هي أولى كل الأسباب تنتهي هذا النظام الملكي، ويصبح هناك دمية تمثل إمارة المؤمنين في مفهوم ديني والحكم للفرنسيين. هذا هو معنى 20 غشت، وليس له معنى آخر أنه جاء ملك جديد، لأن هذا ما كان المغاربة ليقبله. فلهذا حتى عندما نصر بن عرفة نهار 16 غشت 1953، إنما سمي الإمام الديني، وهذا شيء معروف ما لا داعي في الإطالة فيه. وبالتالي فإنه عندما نفي محمد الخامس، نظرا للعروة الوثقى التي تجمعه بالحركة الوطنية، بعد 28 دقيقة أو 30 دقيقة بالضبط كان على الفاسي في القاهرة يخطب، وهو الكتاب الذي يسمى بعد الخطاب الذي أدنى بانطلاقة شرارة النضال بالكفاح المسلح. في يوم 20 غشت 1953 حدثان بارزان، نقل محمد الخامس إلى منفى كوريتيكا، ثم بعد ذلك إلى المنافي القاسية في مدغشقر، وكان نداء على الفاسي بعد 30 دقيقة لا أكثر من صوت العرب يقول، هو بصفته عالما من علماء القرويين، فإن المغاربة لا يعترفون بملك إلا محمد الخامس، ولا يعترفون بولي العهد إلا مولاي الحسن رحمهم الله أجمعين، وبالتالي فإنه يطلب من الشعب المغربي أن التحرك كما هو في البيان، وانطلقت الشرارات حتى رجع محمد الخامس. أنا حاولت باش نعطيكم باش ندير هذه الإشارات التاريخية، ولكنه أعتقد لربما كنت خارج الموضوع، لأنه الموضوع اليوم هو الحركة الوطنية وقضايا الأمة. أنا أعتبر بأنه حركة التوحيد والإصلاح والإخوان في حزب العدالة والتنمية هما الامتداد الطبيعي للحركة الوطنية في جوهرها الحقيقي. قيم الإسلام، التدافع، الإيمان بمقدسة الأمة، بمقومات الأمة، بحضارة الأمة، بتوابت الأمة، هذا هو الشيء اللي تنشأت عليه الحركة الوطنية. أنتم ورطة ديال واحد المجد كبير بكل أسف، اللي هو يعني الأحزاب التي كانت تمثل هذه القيام، يعني لا أقول أخنع عليها الذي أخنع على لبادي، ولكن أقول بأنها بكل أسف تحت كل الضغوط التي وقعت في تاريخ السياسي، وبعد أن قتلت السياسة
ذبحت هذه الأحزاب بدون رحمة، فأصبح من لا علاقة له بها هو هم القادة، هم القادة الذين يسيرونها، وأصبحت له. فنرجو أن تكون هذا ليس الشرارة ولكن هذه الأفكار المتقدة داخل جامعتكم وداخل حزب العدالة والتنمية أن تكون محاولة إنقاذ لما يمكن إنقاذه. وعندما نحتفل بذكرى 11 يناير 1944 لا نحتفل من أجل أن ننبش الأحقاد أو نثيرها من مكامنها، فللتاريخ رجاله الذين يمكن أن يستنبطوا في كل وقت وحين عظمة الشعب المغربي وعظمة الأداء للحركة الوطنية المغربية. ولكن 11 يناير هي يجب أن تبقى في الذاكرة، لأنه في الواقع كنا نحتفل حزب الاستقلال وحده كان يحتفل بذكرى 11 يناير، ولكن عظمة فكري الحسن الثاني رحمه الله بعد أن رأى بأنه 11 يناير كان يوم للخطب في كل أصقاع المغرب، وكان الحزب يطلع دائما بيان للذكرى 11 يناير يلقى في عشرات في مئات بل أحيانا كانت آلاف التجمعات من أجل إيقاظ الوعي ومن أجل الاستمرار في النضال. الحسن الثاني كما تعلمون كان عالم الملوك وملوك العلماء ولا سيما في هذا الحقل السياسي العميق، فأدرك أن هذا الحزب الذي يحتفل وحده بهذه الذكرى ووحده كان يقوم يوم 11 يناير بزيارتين، الأولى لمحمد الخامس وفاء لما قام به، وثانيا لضريح الزعيم علال الفاسي. محمد الخامس شاف هذه فضيلة لهذا الحزب الحسن الثاني رحمه الله، فقرر أن يجعل منه عيدا وطنيا وليس فقط ذكرى، وأصبح المغاربة يعطلون يوم 11 يناير كعيد وطني. ولكنه الأعياد الوطنية هي ليست مثل الأعياد الأخرى، الأعياد الوطنية هي ليست عطلة من أجل أن يذهب الإنسان إلى المسبح أو يذهب الإنسان إلى وطنا وهم قد تعجلوا ونحن تأخرنا وهم قد تقدموا. في الأعياد الوطنية هي من أجل إيقاد الوعي واستمرار حمل المشعل من أجل، لأن هؤلاء الناس اللي يوم 11 يناير 44 ترونهم في صورهم كلهم لابسين جلالب صحيحة واللي لابس كبوت قليل وكذا، لأنهم كانوا عارفين بأن غادي يقدموا ديك الوثيقة يمكن ما يرجعوش لديارهم. هادو ناس اللي جايب السلام ديالو عارف بأن من تما السجن. هادو الناس ما كانوش كيلعبوا، هادو الناس كانوا كيعرفوا بأنهم هادوك اللي وقع على ديك الوثيقة انتهى المصير ديالو في الوجود، وبأنه يريدون أن يقدموا الجزء الأول من جحافل الشهداء في معركة سياسية كبرى، هذا هو الهدف اللي كان. فلهذا عندما نفي محمد الخامس المغاربة بقوا عارفوا ما يديروا. بعد خطاب علال الفاسي علال بن عبد الله هذاك داروا نهار 20 غشت نهار 11 سبتمبر يوم الذكرى ديال تأسيس جريدة العالم اللي هو 11 سبتمبر، ذلك اليوم علال بن عبد الله كان كيضرب الدمية ديال الاستعمار في التورقة. هذا واحد الشيء اللي خصنا نعرفوه، ما خصناش نعرفوا بأن هذا الاستقلال ليس كما يقول بعض أعضاء المغرب جا غير عفوين، لا، نفي فيه ملك وأسرته، هذه بوحدها في التاريخ لا فكرة للرجوع ولكن إرادة الشعب. نذكروا فقط حنا غير معركة من المعارك ديال الاستقلال، ما وقع في واد زم في عام 1955، ما وقع ثورة بكل ما في الكلمة من معلن، لقد ضربت الطائرات المدينة وقتل المغاربة المسلمين بالمئات، وقتل حاكم مدينة الدار البيضاء في طيارته ونزلت بوشفر. ومعركة واد زم ماشي البادية فقط، راه كانوا تيحرقوا اسمه المزارع ديال الفرنسيين او القمح
بالطريقة اللي كتسمع عليها. لا، البادية المغربية حتى هي قومات، والدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش والجبال، وفي الأخير نهار فاتح أكتوبر 55 وصلنا نديروا جيش التحرير. ولكنه الأحداث لحقتك هاد المغازي، هاد المغازي اللي وصل المغربي، أنه من أجل باش حنا نعيش كما نحن اليوم. عندما اعتقله الاستعمار الفرنسي أخذ السم وابتلعه محمد الزنقتوني، من أجل ماذا؟ من أجل أن نعيش الحرية والكرامة. بدون حرية بدون كرامة لا نقدر تضحيات هذا الجيل الذي أعطانا هذه الفرصة لنكون أحرارا على الأقل في حرية الكلام هذا اليوم. علينا أن نتذكر هذا، فلهذا يجب أن تكون لهذه التكرة مغزاها عند الجميع، بما أنه ملك المغرب رضاعي وطني يجب الاعتناء بأبطال 11 يناير 44. على الأقل في كل مدينة إن جابت واحد منهم يسمى شارعا واحد باسمه. احنا عندنا في مراكش خمسة ديال الموقعين، سي المجاهد سي عبد القادر حسان، مولا عبد الله ابراهيم، سي بريك الغراس، سي الحسين الوردزي، يعني ولكنه ليس هناك شارع واحد. حاولت عندما كنت رئيس البلدية، كانوا كلهم لا يزالون احياء، قيل لي رسميا اداك الاحياء هما لا يمكن للبلدية ان تسمي باسمائهم، وانتهى الصراع والى الان لم يسمى، رغم انهم كلهم انتقلوا الى عفو الله. العناية بهم على الاقل، على الاقل احنا مراكش ربحنا وحده من بعد ما باسم المرحوم المغفور الحسن الثاني جعل من هذا اليوم عيد، هو اننا درنا في واحد الشارع 11 يناير 44 النص ديال الوثيقه مكتوب الى مشيتوا لمراكش راهو في الشارع فاش كاينه الولايه. هاد النصوب في تاريخ الشعوب، هاد المعالم المضيئه في تاريخ الشعوب، راه هي اللي كتخلي الشعوب ماشي فقط التسليه بالفن او الموسيقى او كره القدم، هادشي مهم في الوجدان وفي الشعور والفرحه. المسلم بطبعه يجب ان يكون فرحا كل ما يدخل الفرحه والسرور، ولكن هذه المعالم هي اللي كتخلي البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلهذا لا نحتفل من اجل احياء الذكرى فقط، علينا ان نحتفل من اجل اننا نبقى في نطاق ما خرج من أجله الأوائل ونطوره لكل مرحلة مرحلة. وما دعنا عسى أننا نقول في هذا اليوم بالنسبة لـ 11 يناير 44، رأى القول معجز. أولا لأنه ما من أحد منا ولو المتكلمين أو الصامتين إلا يعني وقلبه ينزف دما، الأماقي لم تعد فيها عيون من أجل أن تخرج. الوضع جد محزن بالنسبة لكل بيت في العالم الإسلامي، أنا أقول العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، لا أتحدث عن حكومة العالم الإسلامي، أتحدث عن الشعوب الإسلامية كلها تعيش ونحن نستضيل ب 11 يناير 44 الذي معناه الثورة ضد الظلم أينما كان، الثورة ضد الاستغلال أينما كان. 11 يناير 44 حنا نعيشها اليوم ونحن نكاد نحس بالذل، وحاشا لله أن يكون المسلم ذليلا. يعني ماذا نعسنا أن نقول؟ لا في وضعنا الداخلي ولا في وضعنا الخارجي. أنا سأقول بالنسبة لوضعنا الداخلي، 11 يناير لا بد أن نتذكر فيها على واقعنا، ولكنه إذا سمح الإخوان أريد أن أتكلم قليلا على القضية الفلسطينية، لأن هي قضية اليوم والغد. إذا انتهت فلسطين سننتهي كلنا. ما عند إياك شي واحد يعتبر نفسه بأنه التحالف مع لا سيما مع الصهاينة، لا سيما مع قتلة الأنبياء، بأنه غادي يؤدي لشي واحد ينجا. ولكن بغيت نتذكر، لا بد أن نتذكروا على المغرب. المغرب ما كان له
بعد كل ما قدمناه من هذا العرض الموجز للتاريخ أن يكون على ما هو عليه اليوم. لازم أننا ندخلوا لهذا العصر من خلال غير ما نعيشه الآن. راه هاد البطولة اللي قام بها أبطال غزة كتائب القسام وحماس المجاهدة رغم أن في كل واحد، هذا ما قاموا به يوم 7 أكتوبر، هذا شيء راه ليس فقط أعاد لنا ثقتنا في أنفسنا، وليس فقط أعاد لنا ثقتنا في قوتنا الذاتية، ولا لم يعد فقط أنه أحيا فينا الروح التي كادت أن تموت، ليس فقط أنه شرع لنا بوابة الأمل، لا، إنه أكثر من ذلك، إنه فتح أعيننا وفتح أعين كل واحد لم يريد أن يفتح عينيه على واقع الأمة. وبما أنكم اخترتم الأمة فإننا يجب أن نتذكر على أمتنا المغربية ونتذكر على أمتنا الإسلامية. أمتنا المغربية ما كان لنا أن نصل الآن إلى ما وصلنا إليه، يعني تخلف سياسي، تخلف اجتماعي، تخلف تأطيري لمسار الأمة، لأنه أسندت الأمور إلى غير أهلها واختلط المال بالسياسة فعم الفساد، وأصبح كل ناعق يريد أن ينعق كما يشاء، وأصبحت الحكومة عاجزة عن حل مشاكل المغرب. لا يعقل أبدا في دولة كانت فيها 11 يناير منذ 80 سنة واستقلت منذ حوالي 70 سنة أنه يكون فيها التعليم ديالها بهذا المستوى، والناس خارج الشوارع الذين سيربون أبناءنا ينظرون إليهم أبناءنا وهم يطالبون بالإنصاف. أي وضع هذا؟ بقطع النظر، كيف يقبل أن يقبل المغاربة أنه حكومة برئيسها وبوزير تربيتها تجتمع مع نقابات ويتفقون ويخرجون البيانات، ومع ذلك هذه القرارات وهذا الوقوف أمام كاميرا التلفزيون لا توقف حركة الإضراب؟ معناه أن هناك شيء فاسد في الضفة الغربية، أن هناك شيء يجب أن يعالج، أنه السؤال هل الحكومة عارفة ما تفعل وتتفق مع من بيده الفعل، أو أنه ضعف الطالب والمطلوب؟ لا يمكن أن يقبل هذا في دولة منظمة عندما يكون رئيس الحكومة يوقع مع النقابات ينفذ الأمر في الشارع، هذا لم يحدث. إذن هذا خلل مجتمعي يجب أن نعالجه. أولاد المغاربة ماشي أيتام، إن للبيت رب يحميه، لا يمكن أن يضيعوا في كل هذه بحكم أنه التعليم من الأول، وهذا يجب أن نقوله، من الأول كان التعليم مستهدفا، وويل لأمة يستهدف تعليمها من أول يوم في استقلالها فإنها تأخذ الطريق المنحرف، والخط المستقيم عندما نحرفه في النقطة الأولى يصبح منحرفا إلى الأبد. وبالتالي علينا أن نعرف أنه يجب، أنه قضية التعليم يجب أن تفتح في المغرب من جديد. أنا كان لي الشرف أن أحضر أول لجنة ملكية لإصلاح التعليم ممثلا للاتحاد العام لطلبة المغرب مع الأخ عباس الفاسي شفاه الله، نيابة عن الاتحاد العام لطلبة المغرب، ترأسها المغفور لها الحسن الثاني في كلية العلوم في الرباط، وتذاكرنا مع المغربة والتعريب والتوحيد، وكنا حوالي 56 شخص فيهم العلماء الأجلاء مثل السقلي رئيس القرويين والرحالي عبيد ديال مراكش وعلماء ومثقفين وكذا، وكانت الأمر من السهولة بما كان واضح المغربة والتعريب والتوحيد شنو يعني، شنو بغينا باقي في التعليم ديالنا. من ذلك التاريخ الاستعمار
الذي خرج بتضحية محمد الخامس والشعب المغربي رجع من النافذة حتى أصبح تعليمنا هو عليه ما عليه الآن. ومع ذلك يجب الإشادة لا بتلامذتنا في التعليم الخاص في التعليم المغربي ولا بأساتذتنا، لأنه عندما نصل إلى النتيجة ماذا نجد؟ نجد أنه الذين يتقدمون إلى الدخول إلى المعاهد العليا في أوروبا بما فيها الفرنسية وفي أمريكا وفي غيرها يكون من التعليم المغربي، وهذا دليل على أن العلم الذي يتلقونه من أساتذتهم علم نافع، ولكن المدرسة المغربية تضرب في عمقها من أجل كل واحد يريد أن يستمر ولا علاقة له بالتعليم تعطاه الرخص، بدون أن تكون الدولة قادرة على وضع معيار واحد. برامج التعليم تضعها الدولة لأنها تريد أن تخلق بها المواطن الذي يريد أن يفتح مدرسة لا يحق له الاجتهاد في المناهج حتى لن نخرج أجيالا مختلفة في تعليمها. هذا أساس بقاء الدولة. ومع ذلك أنه لا يمكن أن نخلق وزير التعليم ولا أي وزير آخر من أجل ناس لا علاقة لهم لا فكريا ولا نضاليا بمصالح الأمة. هذا موضوع الذي يجب أن نتذكره في 11 يناير 1944 من أجل أن نطلق النداءات المتعددة. كفى من التجارب. تعليم المغربي يجب أن يكون تعليما موحدا لجميع المغاربة في مناهجه وفي بنيته وبلغته العربية وليس شيئا آخر، مع التعليم باللغة الإنجليزية لأنها لغة العصر. الناس لما أرادوا أن يتقدموا في أوروبا وفي غيرها عندما كانت أوروبا لا تزال أمة جاهلة ماذا تعلموا؟ تعلموا اللغة العربية من أجل أن ينقلوا كل العلوم إليها لأنها كانت لغة العلم. الآن لغة العلم ولغة الحضارة الحقيقية ولغة المال والاقتصاد والبواخر التي تمخر عباب البحار والأبناك هي هذه الإنجليزية، والمغاربة يقولوا أعوذ بالله من علم لا ينفع. وهذا الشيء الآن المؤامرة اللي وقعت هي وقعت من أجل إقبار اللغة العربية، حتى أننا ولينا كنشوفوا شوارعنا انتهت من اللغة العربية. حتى الآن غير بمناسبة الألعاب الكرة القدم ديال إفريقيا كنشوفوا بأنه احنا كلنا كونيكتي، واه قاعدة الدارجة المغربية ما بقاش كتعبر على هادشي. شنو هذا في الشوارع تبنوا ولادنا باش يقلبوا على حاجة أخرى. كذلك وهذا شيء مهم جدا، أنه تجربة. والبارح فرنسا فيها جدال، خلينا من الحكومة فرنسا كي ولات راكم كتعرفوا داكشي في سبيل الله على المصير ديال الحضارة الإنسانية، ولكنه غلط جوج الغلطات رئيس الحكومة هذا بالفرنسية قائمة القيامة في فرنسا. علاش؟ على حقاش تيحميو نفسهم؟ حنا هادشي ما كاينش. ثانيا في الإشارات اللي ما وقع في المغرب، قضية ديال مدونة الأسرة. مدونة الأسرة جاء الملك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة تيقول أيه كاين شي ناس تيطلبوا، ولكن هذا العبد المذنب لله هذا الملك المغرب تيقول لكم هو لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله. قالها يعني دابا ثلاثة المرات في البرلمان وهنا وهنا. وحنا عشنا 14 القرن من اللي دخل الإسلام للمغرب، وحنا عايشين بما أنزل الله في كتابه، والأسر معتبرة. وفي 56 كانوا العلماء وكان محمد الخامس كانوا المتنورين من أبناء الأمة قالوا ما غاديش نخليو حنا مصير الأسرة، لأن الأسرة في الإسلام ماشي هي الأسرة لا في المسيحية ولا في اليهودية، كاع ما كاينش أسرة في المسيحية إلا بغينا الحقيقة، إلا بغينا نتكلموا علميا. ومع ذلك عشنا معتبر. دابا أنا ما كنفهمش الملك يقول هذا الكلام وتجي مؤسسات دستورية الممثلين ديالها يقولوا أشياء اللي خارجة عن الإسلام. هذا التحدي لمن؟ لمن هذا التحدي؟ هو اللي كان يعني
فبرك معاشي دماغ تخري في الخارج يبان لينا شنو زعما هذا وقحة استصغار من الكلام اللي قالوا الملك شنو. انا ما كنتكلمش على الاخرين، داك الشيء اللي بغى يدير شي حاجه في شي حزب ديالو يديرها ويتحمل مسؤوليتها، ولكن المؤسسات الدستوريه اللي هي مذكوره في الدستور وتتعين عليها شي واحد ولا شي وحده ما كديرش هذا الشيء، كتقول بانني مقيده بما قاله ملك البلاد بانه لن يحلل ما حرم الله، ماشي تقول لا لا خصكم تحللوه، ما يمكنش ما يمكنش. اذا عمليا هذا النوع ديال المشاكل هي 11 يناير ماشي شي حاجه اخرى، هذا الشيء خصنا نتجندوا ليه والا البلاد ديالنا غادي تضيع من يدينا عندما تضيع امه في تعليمها. لانه دابا حتى الطلبه الاطباء اللي ما عندناش دابا الطلبه ديال الطب دايرين الاضراب تيخرجوا للشارع، شنو هاد البلاد هادي يعني فين غاديين؟ فين؟ هادي ماشي زعما راه حنا تلقي الحريه، ماشي الحريه، كاين الظلم الذي يخرج الانسان الى الشارع. ملي كيشعر التلميذ بانه الاستاذ ديالو مظلوم، ملي كيشعر الطبيب بانه ما عنده قيمه الى كمل، ما يعني لا بداج. دابا هادي امثله، هادي انا المدونه قريت بزاف ديال المذكرات اللي تقدموا، ولكن حز في نفسي ان ارى مؤسسات دستوريه تخالف ما قاله الملك بكل صراحه. فلهذا بلادنا يعني كاين مشاكل اللي خصها تحل، وكذلك ملف حقوق الانسان خصو يتحل، خص يتحل ملف حقوق الانسان، وخص الاخوان اللي معتقلين من اجل الراي وليس من اجل شيء اخر، صحفيين وغيرهم، انه تكفي الأحكام الاستثنائية والقوية التي صدرت في حقهم. في اعتقادي يجب أن نطلق سراحهم، يجب أن ننفس الوضع الذي يحب البلد ويحب هذا الوطن بدون شك أنه تشعر بضيق. يجب أن ننفس الأمر على المغاربة من أجل أننا لا نذهب بعيدا فيما هو يتعلق بالوطن. انا صافي نعم انا موجود نسكت ماشي مشكل. لا انا اللي قلت، انا اللي سمحتيني بغيت نقول حاجه واحده بما انا كنتكلموا على قضايا الامه. انا ما بغيتش نتكلم، 7 اكتوبر كتعرفوه هذا يوم انتصار انتهى، يقولوا الاسرائيلي اللي بغى ويقول العالم اللي بغى، درنا واحد المعركه كانت ليومين واحد، حنا عندنا غير معركه بدر كانت غير نهار واحد وانتهينا صافي، والباقي كله تجي هذيك المعارك التاليه كلها غير معارك من اجل حنا فضينا. ولكن من 7 اكتوبر لهاد الجي انا ما نحدثكمش، لانه كلكم كالتلفزيون المغاربه راه ما بقاوش تيديروا شي حاجه، المغاربه راه غير جالسين تيبكي واحد التلفزيون. ولكن هاد المظاهرات وهاد الشيء اللي خرج كله اش تيتطلب؟ تيتطلب سقوط التطبيع اللي وقع في الدول العربيه والاسلاميه. انا غادي نقول لكم انه بعدما وقع اول امس الى الامس الى هاد اليوم في اسرائيل، انا ما بقيتش غادي نطلب سقوط التطبيع، انا غادي نبدا كنطلب، غادي نبقى كنطلب غير الرجوع لله. هذا هو الواقع. على حقاش دابا الحكومة الإسرائيلية وقادة جيشها بوقاحة متناهية غير سابقة في التاريخ خرجوا، لأنه 4 شهور تقريبا، هذه 3 شهور و16 يوم ولا 3 شهور و17 يوم، خرجتهم عن أظهرتهم على حقيقتهم واحد تلو الاخر، وما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم، من رئيس حكومتهم الى اخر وزير فيهم الى اخر متطرف. هادشي شتوه البارح، شتو يقولوا؟ شي دوله فلسطينيه ما كايناش، انتهى الامر. هادو اللي يخرج هذا العالم كله بالاف المظاهرات تيقول لك هما ما غاديينش. انا ما بغيت نشغل في دوك التحليلات السياسيه، ويمكن هذه غير سياسه بيناتهم، يمكن كذا، لا هادشي قالوه. احنا في السياسة اما تكون الاشارة ونفهموها، اما يكون تصريح وبه يؤخذ صاحبه،
وما كانش في السياسه بزاف ديال الفهمات. الفهمات كتكون اللي عندهم خبايا السياسه، حنا ما عندناش خبايا السياسه. هاد الناس جاوا قالوا فوجئ العالم العربي والاسلامي قضيه ديال دوله فلسطينيه ما كايناش، والاعلام الغربي يريدون ان يجعلوننا من رئيس الولايات المتحده الامريكيه رئيس امريكا بانه راه يخالف الفلسطينيين، اي يخالف الصهاينه، وبانه تقترح باش تكون شي دوله. الى تبعتوا الكلام ديالو هو لا يريد دوله. هاد الدوله اللي كيتكلم عليها راه كانت، اش كيدير محمود عباس تما؟ راه كانت، اش راه كانت تيقول دوله، وراه كيمكن راه كاينين دول في الامم المتحده ما عندهم جيوش. هاد الدول اللي ما عندهمش جيوش شكون هي؟ نشوفوا مثلا سويسرا، ها نشوفوا سويسرا مثلا. لا كاين مثال، كاين مثال، كاين هادو، كاين كاين هادو، ولكنه بعد الحرب العالميه الثانيه كانت حياد سلبي والحياد الايجابي، وفنلندا حدا هادوك وهادي والابناك وداك الشيء كله جعل هادشي. ولكنه هو لا يفكر في هذا، هو راه كيفكر في واحد الحاجه اللي مقلوبه، كيفكر في كوستاريكا. شنو هي كوستاريكا؟ لا لا، كوستاريكا لما شافت راسها تخلفت في التعليم وفي الصحه كيف متخلفين حنا، قالت ما غاديش ندير الجيش وفلوسه غادي نعطيهم للصحه والتعليم. بمعنى اننا حنا بايدن يريد في نهايه في بدايه القرن الواحد وعشرين ولا شنو هذا، وفي عام 2024 انه يعني يخلط الاوراق، وبانه راه عندي الانتخابات. ايوا انا راه كنقول لكم راه كاينه الدوله، ولكن راه الدوله كاينه في دول في الامم المتحده. اش هاد الهضره هادي؟ ايوا انا كنطلب من الحكومات العربيه، الشعوب ملات عيات كتغوت كتقول لكم ديروا التطبيع. دابا انتم الحكومات العربيه يجب ان تكون مع ضميرها، مع ضميرها، من اجل ان ترد الرد الحقيقي. الى طبعنا معك ارئيس الحكومه الاسرائيل وطبعنا مع اسرائيل من بعد التصريحات اللي قلتوا، انتم اعلنتم الحرب على كل انسان وعلى الانسانيه جمعاء، ويجب ان ويجب من الغد اننا ندعم ولو بالكلمه، ولو بالكلمه، وسينتهي الامر، سينتهي الامر. والا بكل صراحه وبكل اخوه للحكومه العربيه، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هل بلغ بنا الاستهزاء بمقومات الانسان المسلم، التضامن بين المسلمين، الاخوه، الصلاح، الايمان؟ إذ اشتكى عضو تداعى له هذا الشيء كله انتهى. ولينا كننتظروا حتى تجي جنوب افريقيا باش تقدم هي الدعوه ديال حرب الاباده ضد اسرائيل. والله العظيم إلاني انا شخصيا استحيي، استحيي ان ننتسب، استحيي ان ننتسب لهذه الأمة التي وصلت إلى هذا الحضيض. نعم يمكن أن يكون خلاف بيننا وبين الحكومة ديال جنوب أفريقيا في بخصوص وحدتنا الترابية اللي هي مقدسة مثلها، ونقول دائما مثل قضية فلسطين والقدس. يمكن أن يكون خلاف، ولكنه على الأقل هذه المدينة التي أنجبت البطل الوطني نيلسون مانديلا، والتي انجبت العالم الجليل الاستاذ الشيخ احمد ديدات، وراه مزيدين المسلمين بكثره تما. اياكم ان تعتبروا بان الامر كان فقط لانه لا، كان تاثير، والاسلام راه يؤثر مهما كانت الحكومات ومهما كانت الاقليات، وبالتالي دارت هذاك القرار. ايوا على الاقل من بعد ما قالوا هاد الناس، هاد استغفر الله العظيم، هاد
الحتلات ديال القوم اللي محتلين الاراضي الفلسطينيه انه ما كانت دوله فلسطينيه، على الاقل تبادر شي دوله، دوله عربيه جوج ثلاثه اربعه، ويمشيو يحطوا واحد حتى هما واحد الانضمام الى تلك الدعوه، يبشروا بها، يقولوا بانه ما درناهاش، يمشيو حتى هما يحطوا دعاوي ويقولوا لاسرائيل انت يا انت اعلنوا عنا الحرب. واش كننتظروا زعما حتى ينتهي السلاح في يد المقاومه؟ راه السلاح كينتهي، راه السلاح قداش ما هيئوا هاد الناس، واك واك عباد الله، راه قداش ما هيئوا، راه غادي ينتهي السلاح. واش كننتظروا حتى ينتهي السلاح باش نقولوا ايوا قلنا لهم بانه ما تقدروش على اسرائيل؟ اشنو شماته هذه ولا شنو هي؟ وعاد نقولوا يا سيدي غادي نتبروا احنا باش نبنيو المدينه، شكون اللي بغى يسكن في هذه المدينه؟ راه قال لكم هذاك اللي لا يريد اسمائهم ان تخرج من فمي، راه قال لكم ما غاديش يخرج من غزه ولن يخرج منها، راه قالها البارح انتهى الموضوع، وبانه الا بغى يكون شي حاجه غادي يكون هو اللي مسيطر على النظام وعلى الامن فيها، انتهى الموضوع. اش بغيتوا تبنيو؟ راه الوقت كيفوت، راه السلاح تيضيع، راه السلاح تي هذوك الناس كيتقشفوا به باش يعملوا ديك الاحداث اللي كنشوفوه. لا ما زعما نخليهم حتى ينتهيوا، نقولوا قلنا لكم عيب عيب. يمكن الحكومات العربيه كان عندها واحد العذر، كتقول هاد الناس راه تيقول لك غادي كذا الى اخره، واخا داك محمود عباس جالس تما. دابا فلسطين الثوره ما كايناش في غزه، الثوره كاينه في الاراضي الفلسطينيه كلها. واش هاد الشيء اللي كيموت في طول كرم وفي جنين وفي الخليل وفي كل شيء وفي القرى ديال راه كل يوم؟ ونقول لكم بان الثوره لم تبتدئ فقط يوم 7 اكتوبر، كان يوم 7 اكتوبر سنه 23 سنه 22 من الاخر ديالها. ما كاينش النهار اللي ما كانوش تيموتوا 4 الناس 5 في الضفه الغربيه، ما كانش نهار وصلت 7 اكتوبر واحد الاسبوع تدهاو الاسرائيليين ما كانت احداث. ثم بعد ذلك فهموا بانهم كانوا في دار غفلون، وبدا الانتقام المطلق واحتلال المدن ديال الضفه الغربيه. والله ما كاين غير جوج الحلول، اما من الغد الحكومات العربيه والحكومات الاسلاميه يفهموا بانه هذا هو الوقت او لا وقت، هذا هو الوقت، لانه تكلموا البارح كلهم من رئيسهم الى اخر نائب برلماني فيهم، وقالوا انتهت القضيه ديال تاسيس حكومه ما كايناش، وملي بغاو يديروا لنا حنا ذاك التنسيق ديال الانتخابوي تيقول السي بايدن لا 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 راه كاين كاع دول في الامم المتحده ما عندهم سلاح، يعني غادي نصيبوا شي جسم قل من هذا اللي كاين دابا وغادي تحكم فيه اسرائيل. ايوا هادشي ما تيدعيش للثوره على النفس، ونمشيو نعاونوا هاد الناس، نعاونهم غير بالكلام دابا، ما عندنا ما غير بالكلام، غير بالكلام غير بالكلام، غير نجاوبوهم نقولوا لهم قلتوا كذا وكذا، فنحن اذا مع هاد الناس، وهذه راه كافيه، راه تغيير العالم كله. ولكنه حكومتنا حكومتنا ما عرفتش ماذا تنتظر، ماذا تنتظر؟ هذه واحد الاساس، ما عدا الا كانوا تيامنوا بانه راه صافي هاد الشيء كله ديال المظاهرات اللي شفنا في العالم العربي والاسلامي، انه لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو بقيت اسرائيل في غيها واستطاعت انها بالفعل تخمد الثوره هذه، الثورات لن تتوقف ولكن تخمد هذه الثوره هذه، راه من دابا شي شويه لن تكون فقط القدس هي المظله اللي على كنتذكروا عليها، راه القدس نهار تكون اسرائيل هي الدوله اللي عطيها العالم بانها راه هي دوله الحقيقيه، راه القدس ما يمكنش لباقي المسلمين يمشيوا ليه الا اللي بغاو اسرائيل تيطبعوا ليه باسبور باش يمشي، ماشي بحال هذه ديال الان، هذيك غادي تكون القدس ديالهم فيها لا شرقيه ولا غربيه. واش هذا الشيء اللي كننتظروه؟ ودابا هذه ثلاث شهور ديال الحرب ونص، الله اليمنيين بوحدهم، الله هذاك حزب الله في لبنان، شيء غير معقول. انا ما بغيتش نطول عليكم في الاحداث كتعرفوها، ولكن اللي بغيت نقول انه الحسم في مواقف الحكومات العربيه اما ان يكون اليوم واما
راه لن تكون له فائدة، لأنه الآن التصريحات السياسية راه هي غزات تقريبا العالم كله. أنا تبعت بزاف ديال الدول التأثير ديال الكلام ديال حكومة نتنياهو وأنصاره والمتطرفون معه، راه هي في الرأي العام الدولي لعبات واحد الدور كبير. إوا حنا المعنيين تيخص تلعب غير دور صغير ونقوموا غير بواحد الحركة، غير نتسماو بأننا ماشي خلينا هاد الناس احتفناهم باش نجلسوا نتنزهوا. وإن شاء الله لن يكون الفناء، لن يكون الفناء. هذه هذا كلام العاطفة، أما الكلام الحقيقي هي موجة فوق موجة، وعندما يأتي تسونامي الأقصى لن يبقى على تلك الأرض إلا المجاهدين وإلا الفلسطينيين. سمحوا لي إلا انفعلت أمامكم، ولكن هذا هو الواجب. هوية برنس، نحو إعلام هادف.